ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وقفيني مرة. بدها تشرب حليب. هي عم تكتب الوظيفة. بتعرفي يا ماما شو عندك وظيفة اليوم؟ قالت لنا الآن سحفظ النشيد الأول، بعدين تمرنوا على كتابة حرف الياء. إيه برافو. هلأ بنتمرن على كتابة حرف الياء ومنغني. حفظتي النشيد؟ بلا حفظته. يلا تعي سمعيني. ماما ماما يا أنغادة تملأ قلبي بندى الحب، أنت نشيدي عيدك عيدي، بسمة أمي سر وجودي، أنا عصفورة من أداري، قبلة مطر ضوء نهاري، أفتح عيني عند الفجر فأرى ماما تمسح شعري، أهوى ماما أفدي ماما. طوبري قلبي مع أحلاكي. برافو برافو عليكي يا شاطرة. شايف يا فايز؟ شايف كيف زينة حافظة النشيد بصم؟ إيه لك هي زينة المجتهدة، مو حي الله كلام، مو هات ايدك والحقني. ماما هلا شو بدنا نساوي؟ حبيبتي بدنا نكتب وظيفة القراءة ونتدرب على حرف الياء. افتحي لي دفترك لشوف. ماما قالتنا الآن ما تكتبوا إلا بالقلم الرصاص لحتى تقدروا تمحوا الغربطة. اكتبي ماما بالقلم الرصاص شو عليه؟ شوفي هذا حرف الياء، شايفة كيف مدور؟ له بطن مثل البطة. يعني إذا سوينا له بطن مثل الدجاجة منكون غربطنا؟ لا ما منكون خربطنا، المهم يكون بطنه مدور. يعني مثل البطيخة؟ مثل البطيخة. برافو عليك. يلا اكتبي لشوف. عطيني عطيني اللزق من عندك يا سميرة. وشو بدك باللزق هلا؟ بدي لزق المصاري مشقوقين. وين حاطه؟ ماما أنا بعرف وينه. جيبي الله يرضى عليكي بابا. حاضر بابا. هلا قومت البنت وهي عم تكتب مشان اللزق تبعك؟ يا سميرة هدول 750 ليرة، يعني تعب نهار بحاله، محرزين يعني. وليش شققون؟ لا شقيتن ولا شقوني، هنن هيك، العالم عطوني اياهن هيك. يسلموا هديات يا حلوة. ايه ماما، إذا كتبت الياء خمس مرات بدون ما تنزلي من على السطر بدي أخذك عجنيني مشان تطعمي البطاط. لايق عليك الخال يلي الهوى خالك، مشغول عليك البال ولا حد على بالك. لايق عليك لايق عليك لايق عليك الخال. سمعنا شوي فايز، خلي البنت تعرف تكتب وظيفتها. مالي مالي متضايقة منه ماما، بابا صوته حلو. شفتي شلون زينة مالها متضايقة وبتحب صوتي؟ ولك تقبري عظامي يا زينة، عظامي تقبريهن شو انك فهيمة. روحي بابا روحي ناوليني المقص حتى اصل للزيت، طويلة شوي. ترك البنت بحالها بقى، انا بجيب لك اياها. وانا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم، على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلم. تفضل وهي المقص. وليش حطيتيه هون؟ ما تعطيني اياه بايدي؟ ولو يا فايز، ما بصير مد ايدي بالمقص وناولك يا ابنه. اوف وليش بقى؟ يو شغلة معروفة. انو شغلة؟ بيقولوا انه اذا الواحد مد بايده المقص بوش التاني هاي الشغلة بصير من وراها مشاكل كتير. هلا من كل عقلك بتصدقي هالكلام؟ مو شغلة تصدق ما صدق، هاي شغلة ثابتة وما بدها اتنين يحكوا فيها. شلون ثابتة بقى؟ ايش هي قانون ولا كلام مقدس؟ فايز بترجعك، اذا ما بتفهم بالشغلة لا تناقش ولا تجادل، اهل اول ما خلوا شيء الا وقالوا. يعني انت من كل عقلك بتصدقي القدماء واهل اول؟ مشان الله فايز قيمنا من السيره بقى وخلي كل واحد على رايه. ايشو نحن عم نتناقش باجتهاد ديني ولا فقهي حتى تتهيبي الموضوع؟
يا فايز هالشي مو من عندي، هذا ثابت بالتجربة، وجدودنا أدركوا مفعوله ورطونا يا حاجة. سخافة بقى حاجة، قال جدودنا، قال يعني إذا كان في عنا بهالتاريخ كم جد خرفان ضروري نلحق تعاليمهم. العمى شو إنك متخلفة؟ أنا متخلفة؟ إيه طبعاً متخلفة ونص. الله يثبت علينا العقل والدين يا رب. ماما ماما قومي فوتي على أوضتك. لهون وصلت معك يا فايز؟ لكن شو بدي سمي هالآراء الخنفشارية اللي عندك؟ قسماً بالله إنك قمة التخلف وإساس الرجعية. العمى العمى شو إنك دقة قديمة؟ ولك فايز انتبه على حالك شو عم تحكي؟ شبك انفلتت وفرتفلتة؟ انفلتت وفرتفلتة؟ ضب لسانك بحلقك وبركة الحكي. قال انفلتت قال العمى، ولكن العالم وصلت للقمر للمريخ للمشتري ونحن لاحقين العالك المصدي، وعلى قولة ستنا قالت وجدنا قال. فايز لا تحكي طالع نازل، دخيلك انت والعلم تبعك. ولك يا مجدوبة، نحن عايشين بالقرن 21 بعصر التكنولوجيا والكمبيوتر والتقنيات والتقدم والتطور، وانت عم تقليلي مقص ومقص فصاع. شو مخك مسكر يعني؟ ما بعرف، فعلا احيانا بحسك هيك كتلة من الغباء او انسانة هربانة من العصر الجاهلي. هيك انك يعني؟ لا هيك زودت كتير، وانا ما رح اسكتلك ابدا. فهمت ولا ما فهمت؟ اذا مفكر حالك فهيم زمانك ووحيد عصرك بتكون غلطان. شفتني عم رد عليك بأكابرية رح تاكلني بلا ملح؟ عم تردي بأكابرية؟ ومنين هبطت عليك الأكابرية يا بعد قلبي؟ من أبوك يلي انسجن لأنه مرتشي، ولا من الوالدة اللي لقطوها بالسوبر ماركت وهي عم تدحش كيلو بن حسيب بشنطايتها بدون ما تدفع حقه؟ هالكلام مو صحيح، روح خيط بغير هالمسلة. شلون مو صحيح بقى؟ لأنه أبي ماله مرتشي، وأنت بتعرف إنه تبلوه بالوظيفة تبلي، وأمي لما أخذت كيلو البن افتكرته دعاية. ولك على مين عم تضحكي يا سميرة؟ قولي هالكلام لغيري مو إلي. خلص فايز خلص، لا تجنني، اسكت، ما بدي أسمع منك ولا كلمة. أنت اللي بتسكتي مو أنا. أنا غير ربك ما بسكتني، فهماني خانو؟ لا وقال شو عملت لي معلمة وقاعدة عم تعلم بنتها، معلوم حتى تحشي لها مخها بالتخلف والآراء البالية والمفاهيم المغلوطة. طيب أنا فرجيك يا فايز، إذا ما بخليك تندم على كل كلمة حكيتها ما بيكون اسمي سميرة. لك روحي عنا يا إيدك وما تعطي. بسيطة، أنا رح أترك لك البيت وامشي، خلي غرورك ينفعك. عم تهدديني يعني؟ يا ستي دربي سد ما يرد، خوفتيني والله. إيه شو عليه، عمله كتر وبكرة منشوف. ولوين رايحة من غير شر؟ مو شغلك. تعي ماما تعي. شلون مو شغلي بقى؟ لا تنسي إنه أنا جوزك. إذا كنت جوزي ما بتهمني عالطالعة والنازلة. وشو بدي أعمل لك إذا كانت راسك ناشفة مثل الحيط؟ أنت اللي مثل الحيط، امشي ماما امشي. امشي خلصيني. العمى قال إذا مدينا إيدنا بالمقص وعطيناها لشي زلمة بتصير مشاكل. العمى على التخلف.